تهدى الأمور لما تستدب الأمور، لما تستقر الأمور والعدالة تكون ومحاكمة. وبالتالي وبما أن ظروف المحاكمة العادلة، وبما أن الحقوق والإجراءات والقانون قد خلق والدفاع لا يمكنه أن يزكي وأن يقبل بهذه الظروف وأن يقاسم هذه الخروقة، وبالتالي هيئة الدفاع قررت مقاطعة المحاكمة لأنها لا تتسم ولا تحترم القوانين والإجراءات في حد ذاتها.